Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina safa amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In tansurullahi yansurkum. Sadaqallahu al-aliyyil azim. Wa sadaqa rasulihi al-karim. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله وقال الله أيضا في مكان آخر فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاني خمس دقائق أم أقل من ذلك فلذلك إن شاء الله سأتكلم معكم قليلا إن شاء الله لأن هناك الخطابات كثيرة نيات إن شاء الله كما قال الله سبحانه وتعالى وقال إن تنصر الله ينصركم أنك تريد الله سبحانه وتعالى أن ينصر هؤلاء فكيف الله سبحانه وتعالى ينصر هؤلاء إخواننا في فلسطين إذا أنت ساكتا فعليك صبخا عليك وعليك أن تتكلم وتخبر هؤلاء على أن هؤلاء الذين في فلسطين في إسرائيل هم يفعلون ويقتلون إخواننا في الإسلام وكيف الله سبحانه وتعالى سينصرهم إذا أنتم ساكتون فهذا لازم عليكم ينبغي عليكم أن تعرفوا أن هؤلاء شهداء لأنهم يخيفون ويدفعون العلاه للمسجد الأقصى وهم كما نعرف في رمضان وهم كانوا في المسجد الأقصى ونعرف أن المسجد الأقصى هو أول قبلة في الإسلام ولذلك هؤلاء في رمضان كان يصومون ويعبدون الله سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى وهؤلاء الإسرائيليون كانوا يأتون ويقتلون هؤلاء الأطفال وكيف أنتم ساكتون وإذا أنت تتكلم وتكون صخبا عليهم فهذا من عبادات الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى سينصركم إن شاء الله إن شاء الله قل إن شاء الله إن شاء الله قل إن شاء الله إن شاء الله هل أنتم تريدون أن تسكنوا في العالم الذي يكون هناك الحروب كثيرة هل أنتم مدرين هكذا وإذا أنت تكون سكتا فعليك أن تعرفوا أن عود إسرائيلون سيأتون هنا في كندا وسيقتلونكم فعليكم أن تتكلموا وتخبر هؤلاء وتخبر ماذا اسمه؟ لعنة الله عليهم فعليكم أن تخبروا جاسن ترودو تخبروا أن هؤلاء إسرائيليون يقتلون هؤلاء فهذا ليس جيدا عليكم إذا أنت تريد العنف بس خلاص تكون ساكتا هذا الخبر حول في فلسطين هذا الخبر ليس حول للمسجد الأقصى خلاص ولكن هناك أناس يموتون كثيرا جدا أنت تكون في ظن هكذا إذا أنت ممكن إخوانك يموت هل يمكنك أن تكون ساكتا؟ لا لا يمكنك ولذلك لازم عليك هذا لازم عليك وإذا أنت تتكلم وتكون صخبا فلذلك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيجزي خيرا جزا ويبارك فيك وينصرك في كل الأحوال وفي كل الأموال إن شاء الله جزاك الله لبيك 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 يا أقصى لبيك 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 يا أقصى لبيك 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 يا أقصى لبيك 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 يا أقصى